حول ولا قوة إلا بالله. حد يصدق يا عالم دي حاجة ولا في الخيال؟ هو في إيه يا أخويا؟ يا الإسعاف دي جاية لمين؟ للست إستر. ليه يا مالك؟ نور في 60 ده هي كل اللي زيها. عمتي 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 سكة، افتحوا لنا السكة. مالها حصل لها إيه؟ مفيش، أنا لسه بقول لها إزاي وقعت من طولها. ليه عملت لها إيه؟ ولا حاجة، أنا سلمت عليها بس. بس كده؟ بعد إذنك. ايه في احنا اسعاف يا حاج، وجايين عشان حضرتك. اسعاف؟ مين اللي جاب الاسعاف؟ ما انا كويسه اهو، هي فلوس وخلاص. ده مجاني يا حاجه، مش شغلي. موسى 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 انت فين؟ موسى تعال 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 يا محمد، تعال في حضن عمتك يا ابن اخويا، تعال خلينا اتملى منك اهو كده بقى. يا فؤاد، عمرو قدر يزرع نفسه وسط المجتمع اليهودي في اسكندريه. لا لسه، اللي حصل ده عامل زي استقبال الجمهور للممثل اثناء فتح الستار، انما العرض الحقيقي لسه ما ابتداش. بقول لك يا فؤاد، هو انت كان نفسك زمان تطلع مخرج؟ ولما جه وسالني عنها انا ما كنتش مصدق نفسي، قلت له انت موسى؟ قال لي الله، وانت عرفتني ازاي؟ وبعدين يا جماعه رح ايه؟ خلاص بقى، ما احنا هنمضوها راغي ولاد وعدل، وما لناش شيله غير موسى وشيله موسى. هو دي حاجه مش بسيطه يا معلم، طول عمرنا بنسمعه ان الولا موسى ده هيجي ويجيب لها حقها، وعمرنا ما صدقنا ان دي الحقيقه. حقيقه ولا مش حقيقه؟ هو كان يعني هيغرف ويدينا، او يهودي اتم على يهودي وقلب لا تحزن. بس شفتم يا جماعه الست استر قابلته ازاي؟ دي من فرحتها عقلها طار. ده والمرسي ابو العباس انا اول مره اشوفها بتشتري قطه من عند حسن الفرارجي. الاقي يدفعوها بالسم الهادي، هما الاتنين قادر يا كريم. كل اصلط اصلط، ما تندخش اصلط. ده انا جيت واكل البسطه كلها بألف هنا وشفا، مطرح ما يسر يمري. كل يا والا ورم عظمك، ده انت راجع عدمان وخاسس ومقسد كمان. وانت كنت شفتيني فين بقى قبل كده؟ ازاي يا والا؟ طب ده انا مربياك لحد ما بقى عندك سنتين، سنتين قطعيه واحده. بالك يا موسى وانت صغير يخت عليك وعلى جمالك، كان وشك كده اهو وخدودك مربربه. بس ده من زمان قوي يا عمتي. الله، وحشتني الكلمه دي عمتي، طالعه من بقك زي السكر. يا موسى يا ده انا كنت مستنيه رجعتك بفارغ الصبر. يا حبيبتي، وانا ياما دورت عليكي. اهو كله من ابوك النتن وعنده، عشان قال ايه؟ انا ما رضيتش اهاجر معاكم وما رضيتش اديله العقد، فتقمص وما ردش على جواباتي، جاته ست النصيبه. ما هو انت يا عمتي ما كنتيش بتكتبي عنوانك في الجوابات. انت ايش عرفك؟ الجوابات كلها معايا. يا اخويا سيبك من الكلام ده، المهم رجعتك ليا بالسلامه. يا حبيبتي، وانت احكي لي عامله ايه وعايشه ازاي؟ عايشه كويس؟ كويس بلا وجسة، عشان متهانة ومتمرمطة، وكنت مستنية رجوعك عشان تاخد لحقي. خد لحقي يا موسى. حقك؟ ازاي؟ احكيلي يا عمتي. رجع؟ معقول؟ انا استغربت زيك كده في الاول، بس رجعت وقلت طب وفيها ايه؟ ما في الدنيا ياما بيحصل. وايش عرفنا ان هو موسى؟ استر عرفته. عرفته ازاي بقى وهي ما شافتهوش من وهو عيل صغير؟ معرفش، اكيد قلبها حس بيه. بطلي كلام فارغ، احنا مش في فيلم عربي. امال يعني هيكون مين بس يا يعقوب؟ اي حد، اي حد عايز يتدس ما بيننا وخلاص. وهيتدس ما بيننا ليه؟ حيلتنا ايه بقى؟ ده الكلام اللي بنقوله للناس علشان نكسب تعاطفهم ونبعد مخهم عننا، لكن الحقيقه بقى استر عندها اللي يستاهل. واستر عندها ايه يا حصر؟ العقد. العقد؟ انت تفتكر الجدع ده جاي عشان الحكايه بتاعت العقد دي؟ قولي لا، موضوع العقد ده يا رشيل كان موضوع كبر قوي وتعرف للمنطقه كلها، والناس كلها كمان عارفه انه لسه مختفي لغايه دلوقتي، وكلام استر عن ابن اخوها اللي نفسها يرجع برضه معروف للكل. ده ممكن يشجع اي نصاب انه يعمل موسى ويخش البيت بقى ويدور براحته. طب والعمل؟ سيبيلي الموضوع ده يا رشيل، انا مش هيهدالي بال الا لما اجيب قرار.
ما ينفعش يا عبد البديع، قلت لك ما ينفعش. طب اشمعنى؟ ما كل مره بينفع، وبعدين المعلوم جاهز وتمام زي كل مره. هو انا مستغني؟ قلت لك ما ينفعش لان التوقيع بتاعي ما بقاش ليه اي لازمه. يعني ايه؟ يعني الراجل الجديد بتاع مصر هو اللي في ايده كل حاجه. نظامه ايه؟ ملوش نظام، وهو من يوم ما جه ومنشف الدنيا علينا وقفل الحنفيات وموتنا من الجوع والعطش. وبعدين بقى؟ صباح الخير يا خواجه. صباح الخير يا حبيبي. ايه بيزوق من الشغل ولا ايه النهارده؟ لا انا مستاذن ساعه بس، عايز يعقوب افندي في كلمتين. والكلمتين دول ما تقولهمش الا هنا؟ ايوه يا خواجه، مش بنتكلموا في الشغل. خلاص يا حبيبي، اهو عندك اهو، اشبعوا ببعض. اهلين يا استاذ اشرف. لا اهلا وسهلا. اسمع بقى، انا مش قادر على الموضوع ده. اني فيهم حكايه المينا والسفن الروسي، انا بصراحه مش مستريح للموضوع ده. اشمعنى؟ فيها زي التجسس كده، وأنا بصراحة مش مستعد أخون بلدي أبدا. مش مستعد ليه؟ بتكهكه قوي كده على إيه؟ الأستاذ أشرف قال نكتة إنما تهلك من الضحك. وفيها إيه بس نكتة يا عقوب؟ مسألة خيانة البلد دي فعلا نكتة تهلك من الضحك. وإيه اللي فيها يضحك؟ هو أنت مش واخد بالك إن ده ما يفرقش كتير على اللي أنت بتعمله؟ عن السرقة، تزوير المستندات، تهريب البضاعة من الجمرك، ولا ده شرف على الآخر؟ ومسألة تفتيح العينين دي هو اللي خيانة. أصله؟ أصل المبلغ قليل، مش كده؟ شوف يا حبيبي، إحنا لا بنتجسس ولا زفت، ده بيزنس، شغل، هناكل منه عيش. وعموما أنا هديك 20 جنيه عن كل معلومة تجيبها من المينا، إيه رأيك؟ بس حبيبي أترمد بيهم واصل. ها؟ حاضر. اما بقى يا حبيبي موضوع مصر ده فانا هعتبره اوفر تايم، يعني مكافاه مستقله. انا مش شايف ان ليها لازمه خالص. لو انت عايز تصاحب الواد اللي اسمه خالد، ما تصاحبه انت. لا يا بورا، مش انا اللي هصاحبه، انت اللي هتصاحبه. وليه انا؟ لان ما ينفعش يعملوا عنه تحريات لو حب يخش الكليه الحربيه مثلا ويلاقي صاحبه يهودي. انا كده فهمت. كويس كويس يا اشرف انك ابتديت تفهم. خلاص يا عقوب، اشوفك بالليل. لا في ايه يا عقوب؟ احنا مش هنتقابل غير مره واحده في الشهر، ومش هنا. امال فين؟ في المكان اللي انا هحدده لك. ماشي. واسمع، ما تقطعش عن هنا مره واحده، تيجي مرتين ثلاثه للخواجه موريس، وبعد كده تدب معاه خناقه وتقول انه كل عليك فلوس. مفهوم؟ مفهوم. سلام يا عقوب. سلام يا اشرف. غبي. هو يعني لازم كل مره نتقابل في مكان معقد كده؟ المفروض تكون اتعودت يا حبيبي، دي تالت مرة نتقابل. المرة الجاية ممكن رجلي تفلت من على الصخر ورقبته تتقطم. مش لما تطلع لك رقبة الأول. خير، طالبني ليه؟ شكل أشرف كده يا حبيبي مش هيكمل معانا. ليه؟ انكشف؟ انكشف ايه يا حبيبي؟ ألف مرة قبل كده قلت لك مش ممكن حد يشتغل معايا وينكشف. أمال مش هيكمل ليه؟ عشان أنا مش عايزه يكمل. طب أنا مال؟ بعت لي أنا ليه؟ أنا عن نفسي بجيب لك أخبار المينا أول بأول. اصل يا حبيبي انا عايز معلومات جديده اكتر من كده. المره دي مش عن السفن. امال عن ايه؟ عن واحد قريبي. قريبك انت؟ ايوه يا حبيبي، في الورقه دي كل المعلومات عنه، عايزك تقراها وتحفظها كويس، وبعد كده تحرق الورقه زي كل مره. مفهوم. يعني ما قلتليش ان في موظف جديد اشتغل في المينا. موظف ايه؟ مدحت. وانت عرفته منين؟ جرايه يا عبد البديع، مش قلت لك ان انا بعرف كل حاجه؟ وبعدين حصل ايه؟ احكي يا موسى احكي. كفايه بقى كده يا عمتي، ده انا حكيت لك من يوم ما وعيت على الدنيا، بعد كده الكلام هيخلص ومش هلاقي حاجه اقولها. بس انا مش هشبع منك ابدا. ولا انا يا حبيبتي، ولا انا هشبع منك ابدا. ايه ده؟ اخش يا ولد، انا عمتك. وحشتك يا عمتي. وحشتك؟ من اللي وحش مين؟ وايه وحشتك دي؟ وحشتك وحشتيني بالمغربي. لا، قولها لي بالمصري. وحشتيني يا عمتي. يا حبيبي يا حبيبي، طالعه من بقك زي السكر. ما تشوفش وحش يا ابن اخويا يا غالي. يوه، من الرجل اللي جاي دلوقتي. تعالى
يا موسى. مين؟ ده أنا يا خالتي. راشيل أهلا، أنت لسه ما نمتيش؟ أنا سمعت الخبر ولقيت النور قايم، قلت أعدي عليكم قبل ما أخرج. لا ما تبصش في الساعة كده، أنا متعودة أخرج الساعة دي. شغل بقى. شغل ايه يا ام شغل؟ يلا يا حبيبتي هتتعطلي عن شغل، اصل احنا هننام. مام مش ضروري يعني. ايوه هينام شقيان وتعبان طول النهار. يلا يا موسى عشان تنام. صبا يا عمتي. صبا تصبح على خير. حكم القوي. طب لو ما جالكش نوم يبقى اتسحب وتعالي. اتسحب فين؟ انا مش هخرج النهارده عشان خاطرك، ويعقوب كمان نفسه يتعرف عليك. يعقوب ده جوزك؟ اخويا. انا ماليش جوز، لما يبقى لي جوز مش هتلاقيني هنا، هتلاقيني في فيلا على البحر. هستناك. كانت عاوزة منك ايه العقربة دي؟ ولا حاجة يا عمتي، عادي. ها وقع؟ ومن أول رمش وحياتك. يعني هيطلع لك؟ تراهن؟ أنت عارفة إن أنا ما براهنش إلا إذا كنت متأكد إن أنا هكسب الرهان. وده يبقى رهان ده؟ أهو جه. السرعة دي؟ ده أنت تبقي اتطورتي قوي يا راشيل. تربيتك. اللي جابك البيت وفي ساعه زي دي انا مش قايل لك 100 مره ما تجيليش. ايه يا عوب، احنا ولاد حته واحده وياما كنا بنقعد على قهوه. انت هتناقش كمان؟ انت هتنفذ الاوامر وبس. انا ما عرفتش نروح والبلاوي دي في جيبي. بلاوي ايه؟ صار الواد بتاع مصر. ماشي خشي جوه. انا كده كنت داخله. صور خالد وعيلته كلها زي ما امرت بالظبط. تمام يا عوب؟ تمام يا فؤاد. اليوم الاولاني اللي كنت خايف منه عدى على خير. كان يوم طويل قوي يا حسن. ايوه بس الابراهيميه وكان بشزار دلوقتي ما لهمش حديث الا عن موسى زكي رافع اللي رجع من المغرب ودور على عمته لحد ما لقاها. يا سيدي بكره الحياه تهدى وكل شيء مش طبيعي. ايوه يبقى موسى ده حقيقه وواقع الكل يتعامل معاه ويتعود عليه. الله يسهله عليك كمان. تفكر فيها يا فؤاد. يعقوب معاك حق، هو الثعلب لدرجه ان شبكه المراقبه مش قادره تمسك عليه دليل ادانه رسمي واحد. بقول لك ايه، لو هيعمل لك مشاكل او قلق او اي حاجه احنا ممكن نقبض عليه بتهمه بيع بضائع مسروقه من الجمرك، او ممكن نرحله من البلد كلها. لا انا عايزه موجود. يعني ايه عاوزه موجود؟ اشمعنى يعني؟ لأن هي أصول اللعبة كده. لعبة إيه؟ الشطرنج. في الشطرنج اللعبة بيكون على رقعة مكشوفة، والقواعد واحدة، من أبسط مباراة على أصغر قهوة لحد بطولة العالم. كل لعيب عارف الحصان بيتحرك إزاي والملك بيتحرك كام خطوة، ومع ذلك ما تلاقيش مباراتين شبه بعض على مستوى التاريخ كله. يعني كل لعبة مختلفة، كل خطة مختلفة. يعني انت تحط خطتك وخصمك يحط خطته، وكل لعيب لازم يكسب التاني او يكشف خطته. والحقيقة يا فؤاد انا مش مستوعب وجهة نظرك الشطرنجية دي بصراحة. باختصار وبدون تفاصيل، انا مش هبعد يعقوب، انا هستغله، هخليه يحس طول الوقت انه الاذكى والابرع. هعمل عليه حصار منظم، هخليه ما يشوفش ولا يسمع غير اللي انا عايزه يشوفه ويسمعه، ومش هيتحرك غير في الاتجاه اللي انا عايزه ومحدده له. يا عوب يا عوب. صح
صباح الخير. عايز ايه على الصبح؟ الصور طلعت مظبوطه؟ اشمعنى؟ يعني بقول لو طلعت مظبوطه يبقى في حاجات يعني. قصدك يعني اوفر تايم؟ ايوه الاوفر تايم. طلعت زي الزفت. ليه بس يا عقوب؟ عشان جايب صورتين للواء وصوره لمراته وخمس صور لخالد. مظبوط يا عقوب. مظبوط. فين صوره اخته؟ فين صوره اخوه؟ ولا بعد كده نبقى نرسمهم؟ ولا نعمل ايه بس يا عقوب؟ اخته ما خرجتش خالص، واخوك كبير مسافر بعثه في روسيا، هنجيبه منين انا ده؟ تتصرف يا غبي. ولا انت فاكر الاوفر تايم ده علشان سواد عينيك؟ انا بقول عايز صور، تجيب لي صوره لكل فرد في العيله كده او مفيش فلوس يا حبيبي. مفيش فلوس ازاي بس يا عقوب؟ زي الناس. خلاص خلاص اديني يومين كمان. ثلاثه يا حبيبي، بس الشغل يجيني مظبوط والا. لا لا يا عقوب مفيش والا، اديني يومين بس وانا هنوريك يا عقوب، هنوريك صور مش هيعجبوك وبس، لا ده انت هتشكرني وهتديني مكافاه كمان. صباح الخير يا ابني. صباح النور يا فندم. انا اللواء محمد طلبه، جاي اسال على ابني بيعمل دراسات عليا في بعثه في الاتحاد السوفيتي. اتفضل سيادتك على مكتب مسجل هيدلك على كل حاجه. شكرا. ما عندناش سيادتك اي طالب دراسات عليا بالاسم ده. ازاي ده؟ اذا كنت انتوا بعتين له على عنواننا وانا اللي مستلم الجواب، ارجوك دور تاني. مفيش سيادتك، كل اسامي طلبه الدراسات العليا متسجله عندي هنا، يعني هيبقى في عندي طالب وما عنديش عنه معلومات. وانا مش معقول يبقى عندي ابن وما عنديش فكره هو بيدرس فين بالظبط. طب انا عايز اقابل اي مسؤول هنا، اكبر مسؤول. الموضوع فيه خطا اكيد يا سياده اللواء. ابن حضرتك اسمه عمرو مش كده؟ ايوه عمرو محمد طلبة. انا بحثت يا فندم في السجلات. عمرو 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 اهو عمرو محمد طلبة، شعب التربيه الرياضيه. مظبوط. هو حضرتك لقيته فين يا فندم؟ اصل ده ما كانش في الدفعه الاساسيه يا استاذ محسن، ده كان في الدفعه الخاصه اللي دخلت بعد بدايه الدراسه بثلاث اسابيع. ايوه عشان كده يا فندم اسمه مش موجود في الكشوف الاصليه. ولقيناه في كشوف الاستكمال، انا ماضيها بنفسي. وعمرو ده انا فاكره بالذات لان فؤاد بيه كان موصي عليه. تمام تمام. اتفضل انت بقى يا استاذ محسن، وما تنساش تدون بيانات عمرو في الكشوف الاساسيه. حاضر يا فندم. احنا اسفين جدا يا سياده اللواء. لا ابدا، المهم انه بخير. كلهم بخير والحمد لله، دي دفعه ممتازه وهيكون ليها مستقبل كبير باذن الله. طيب بس يعني مفيش طريقه نطمن بيها عليه؟ يعني اتصال جواب. في الحقيقه في مشكله في الاتصالات اليومين دول، لان بعثه عمرو مش في موسكو نفسها لكن في بلد صغيره بعيده عنها، والتلج جاي بدري السنه دي هناك. لكن اعتقد ان فؤاد بيه ممكن يتصرف ويلاقي طريقه. يعني يعني ما دام حضرتك على اتصال بفؤاد بيه جبريل اكيد هيكون ليه تصرف. صباح الخير حبيبي، اتفضل. انا جيت المستر نوبيتي خسران، باب الحلال قالوا لي غنى الكالبياس ديالها عندك. صعب يا حبيبي صعب، قطع الغيار بتاعت العربيه بتاعتك صعب تلاقيها. وايش المعمول؟ انا كنت معول عليك، هي ضروري خاصني نرجع بيها المغرب نهار السبت. الحاجات دي صعب نلاقيها حبيبي، ولما بنلاقيها بتبقى غالية خالص نار. تمام اللي تقول عليه. هو حضرتك من المغرب؟ ايه. ومنين بقى من المغرب بالظبط؟ من مراكش، ولكن خدام في طنجة. خدام في طنجة؟ انا بتهيأ لي ان في شوية بضاعة قديمة كده في المخازن عندنا، لو دورنا كويس ممكن نلاقي فيها طلب الاخ. شوف الله يجازيك بخير الى قدرتي. انت شايف كده؟ انا فاكر كويس يا خواجة. خلاص انت قادرة. اتفضل معايا. اتفضل. الله يبارك فيك يا سيدي. اتفضل. يبارك فيك يا سيدي. انا هدور لحضرتك في دفاتر المخزن وان شاء الله هنلاقيك. الله يبارك فيك يا سيدي. ادي دفاتر المخزن. حضرتك انت تعرف ان انا ليا قرايب عندكم في طنجه؟ فين؟ بيشتغلوا في السنترال.
السنترال. انا ليا اصحاب بزاف تما، شكون من العائله عندك؟ بزاف بزاف. انا قريبي اسمه زكي رافع. صح، دخلنا عليك بوجه الله والدنيا صغيره. انت كتجي زكي رافع؟ انت تعرفه؟ الله يرحمه هو ومراته، كانوا صحابي بزاف من ايام ما كان عندي الحانوت. ده انت تعرفه كويس بقى. قلت لي كانوا صحابي بزاف. وعلى كده بقى تعرف ابنه موسى رافع حال ولدي، انا تقريبا اللي مربيه، لكن من اللي مات والدي ده واحد ما بقى عارف فين اراضيه. انت تعرفه كويس؟ قلت لك في حال ولدي. للاسف انا مش لاقي قطع الغيار بتاعتك مسجله عندي في الدفتر، لكن انا عارف اجيبها لك منين. لا يرحم والديك، انت ضيف النهارده لغايه لما اجيب لك كل طلباتك، وعندي كمان ليك مفاجاه. مفاجاه كبيره قوي. خد يا موسى، ما تقعد يا حبيبي. رايح فين؟ رايح فين وهسيبني لوحدي؟ مش كفايه السنين الطويله اللي قعدتها مستنياك؟ ما ينفعش يا عمتي، لازم انزل ادور على شغل. ولا هناكل منين؟ ما انا طول عمري باكل من قبل انت ما تيجي. ده كان زمان يا حبيبتي، انما دلوقتي انا راجل البيت. في راجل يقعد من غير شغل؟ لا طبعا يا حبيبي. بالمناسبه ما تعمليش حاجه على الغدا عشان وانا جاي هجيب اكل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا خساره الفلوس، خساره. احنا هنعمل اكل هنا برخص التراب. معلش خليه علي انا المره دي. شوف انت ما خدتش حاجه من ابوك ابدا. ابوك، يا سلام على ابوك، ده كان اكبر نتن في المنطقه. الله 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 الله. عمره في حياته ما عزم حد ابدا. يا موسى يا حبيبي، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود والرصاصي والبنفسجي. اختشي يا واد يا واد، اختشي قربي. بس انا عايز احتفل بيك يا قمر. يا حبيبي ربنا يخليك ليا ويحميك ليا. يخليك ليا يا حبيبتي. واد يا موسى. ايه يا حبيبتي؟ الله، انت هتدور على شغل فين؟ في اي حته. انت مش معاك شهاده تجاره كده؟ هي زي التجاره المتوسطه هنا. خلاص روح لعمك يوسف في شركة التأمين اللي في صفية زغلول. عمي يوسف؟ أيوة عمك يوسف، أصله كان جارنا وإحنا صغيرين، وكان يوسف كان عينه مني، أصله حمار. أنت لسه فاكرة غرابيات زمان يا عمتي؟ يا مملكة أنت يا مملكة. اختشي يا موسى، أمال أنا بدرس. ما انت ما شفتش عمتك وهي صغيره كنت زي القمر وشبان المنطقه كلها، يقفوا توابير 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 مستنيين نظره مني. طب وانت لو بصيتي من الشباك دلوقتي هتلاقي شبان المنطقه واقفين توابير 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 مستنيين نظره منك. يا بكاش، بقول لك ايه، لما تروح لعمك يوسف فهمه ان انا عمتك وانت ابن اخويا، اكيد اكيد هيشوف لك شغلان. روح وهو يتصرف، مش بقول لك حمار. ايه هي اول القصيده كفر ليه بس كده؟ تالت يوم استناك لحد الفجر وانت طنشني على الاخر. انا اقدر. طب اديك قدرت. سامحيني، اصلا انا كل يوم بقعد اتكلم مع عمتي كلام 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 لحد بنام في الاخر زي القتيل. يعني فوتها لك؟ فوتها لي. ماشي، بس ما تبقاش تيجي بقى. اشمعنى؟ هجانا، استناني على الفجر كده. ها مسؤوليه عزيزه عليا، معزه الروح والحريه، معزه العسكري والسلاح واكتر، لكن انا ايه وحدي ما فيش. صباح الخير يا حمو. صباح الخير يا استاذ موسى. صباح الخير يا معلم. ده ايه ده بقى؟ معلش، اصل هو لسه شايل في نفسه برضه يا استاذ موسى. شايل في نفسه ليه؟ ما هو اللي عملته الست عمتك ده ما يصحش ابدا بصراحه. يا عمتي عملت ايه؟ انا هقول لك. في موظف اسمه عبد البديع سأل عن ميعاد وصول موسى زكي رافع للمينا، وبيجمع معلومات حاليا على صفته. عظيم. طب ايه الموقف بقى بالنسبه ليعقوب؟ احنا مسيطرين بالفعل، ولولا كده ما حدش عارف كان هيوصل ليه. طب تفتكر انه هيقدر يوصل لصفوت؟ اكيد، موقع صفوت مغري جدا بالنسبه له، واتصاله بيه يمكن يوصلنا لدليل خيانته. اكيد يا فؤاد اكيد. تقلي شغلك.
معرفش، انا حاسس كده العمليه فيها صخره. صخره تاني؟ يعني عمرو دلوقتي في اسكندريه، منتحل شخصيه موسى زكي رافع وقاعد عند استر. هو مش معقول بقى هيفضل قاعد عندها، لا هيدخل ولا هيخرج ولا هيروح ولا هيجي. شيء طبيعي. طيب انا هفترض جدلا يعني ان هو وهو ماشي في اي حته، اي حد من معارفه ومن قرايبه قابله بالصدفه ونده له باسم الحقيقي، ايه الموقف ساعتها؟ تبقى كارثه، لان عمرو مش ممكن يكون صوره طبق الاصل من موسى. ممكن يخدع عمته لانها ست كبيره ونظرها ضعيف وما شفتوش من زمان، لكن مش ممكن يخدع حد يعرف موسى وهو كبير. هي دي الثغره يا فؤاد. ممكن ان الصدفه دي تحصل في اوروبا او في اسرائيل نفسها. ده وارد طبعا. على كل الاحوال يا حسن، مفيش عمليه ناجحه 100%، في نسبه مخاطره. النسبه دي هي اللي بتخلي عيوننا في وسط راسنا. النسبه دي هي اللي بتفرق بين الشغل الصح والشغل الوحش. وفي النهايه احنا بنتمنى توفيق ربنا مهما كانت دقه العمليه. ونعم بالله سبحانه وتعالى. فندم، طب وصلني بيه. اهلا يا سياده اللواء. الف اهلا وسهلا. دي بقى قهوه شعبيه، احسن مكان تعرف فيه مصر. اتفضل حضرتك. يا ماضي يا سيدي. شكرا. انا اسمك منورت. مين الاستاذه يا عقوبه فندم؟ ده ضيفي من المغرب. هات له بقى شيشه عجمي وانا شويه شاي بس تقال. حمامه، احنا بنحب نكرم ضيوفنا كلهم. يا مساء الخير. ازيك يا استاذ مدحت؟ اهلا اهلا. يا ترى مبسوط في شغل المينا؟ الحمد لله كله شغل يا استاذ يعقوب. لا ده على حسب اللي بيشتغل. اصل المينا دي يا اما تبقى تل الغلابه يا اما تبقى تل البرادس، على حسب الذكاء والشطاره وتفتيح المخ. ايوه ابتدى شنطان الانس وز يا اخي. سيب الاستاذ مدحت في حاله، الراجل مستقيم وماشي في طريقه، لازم تبوظ له دماغه. ده انا بفتح له عينيه. فتحاله على الفساد وعلى الشر، لازمهم مغمضين احسن. خلاص يا سيدي، خلاص انا مالي، هو حر. ما تقلقش يا معلم ماجد. لا لازم اقلق يا استاذ مدحت، انت قصدك ما تعرفش الوسواس الخناس لما بيوسوس في دماغ حد بيجيبه لورا. خلاص يا معلم، خلاص انا هسكت، مبسوط؟ يا ريت تسكت خالص احسن. ماشي يا معلم، ماشي، حاضر. ضيف من المغرب يا معلم، ضيف من المغرب. مفاجأة لو عدتك. ازيك انت؟ عمتك نايمة؟ نايمة. طب كويس قوي عشان نعرف ناخد راحتنا. وحشتني. وانا لحقت، ده لسه يا دوب بقالي يومين هنا. ليك وحشة يا اخي. هو انا ما وحشتكش؟ هو يعقوب
عارف ان انت هنا. ما تشغلش بالك بيه. اصل انا كنت قابلته امبارح على القهوه. ما هو قال لي. قال لك؟ طبعا. الكنبه خلصت. يعقوب ده اخويا وما بيخبيش عني حاجه ابدا. بالاماره حتى كان معاه واحد مغربي معرفتك. جابه عشان تقابله. وايه اللي حصل؟ الاستاذ موسى جري عليا واخدني بالحضن قدام الكل. وقعدنا نحكي كل اللي سيادتك حفظتهولي. كان رد فعل يعقوب ايه؟ بالاول كان شكله مستغرب، وبعدين قعد يتكلم معانا وسالنا عن حاجات كتير في المغرب.